أهلا بكم مشاهدينا إلى خارج الصندوق، ساعة حوارية مباشرة على شاشة العربية. ولدينا الليلة العالم يتحدث عن اليوم التالي في غزة، ونحن في خارج الصندوق نطرح السؤال: ماذا عن اليوم التالي في إسرائيل في ظل خلافات بايدن ونتنياهو؟ حمدوك إلى الواجهة من جديد، يتحرك للجمع بين البرهان وحميدتي وجها لوجه، المحاولة هذه المرة في القاهرة، فهل تنجح؟ متاعب بوينغ لا تتوقف، فبعد أيام من فتح الصندوق الأسود للشركة، انتحار موظف في الظروف الغامضة، نكشف في خارج الصندوق ماذا حدث؟ من الواضح أن الخلافات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتصاعد وبشدة. يبدو أن الرجلين وصلا إلى طريق مسدود. بالمناسبة، الخلاف ليس جديدا وكان موجود بالفعل قبل أحداث 7 أكتوبر، لكن وقوع هذه الأحداث وخاصة في بدايتها دفعت بايدن بشكل كبير لمساندة إسرائيل وبقوة، لكن على مدى 5 أشهر الماضية نمج جذور الخلاف وتعمقت بين الرجلين. ما هو الخلاف؟ ربما هذا هو السؤال الرئيسي، الخلاف بين بايدن ونتنياهو على ماذا؟ هناك بالطبع عناوين عريضة وقضايا جوهرية يضعها الكثيرون، منها مثلا مسألة حل الدولتين، إمكانية إقامة دولة فلسطينية، مستقبل غزة، دور السلطة الفلسطينية. لكن دعونا نتوقف أمام جوهر هذا الخلاف بنقطة من التحليل والتمعن: إدارة العملية العسكرية في غزة وما نجم عنها من فاتورة باهظة من الضحايا المدنيين هي جوهر الخلاف الرئيسي بين الطرفين، والذي تطور سريعا خلال الأسابيع الأخيرة. آخر ما وصل إليه بايدن هو أنه اعتبر أن أي اجتياح لرفح سيكون بمثابة خط أحمر. مسؤولون أمريكيون يقولون الآن أنه إذا ما قرر نتنياهو شن عملية عسكرية في رفح، فإن أمريكا ستعتبر ذلك مواجهة مباشرة ضد بايدن، وبايدن سيوجه انتقادات ومواقف مختلفة. لكن على مدى الأيام الماضية انتقادات بايدن نتنياهو كانت حاضرة. طبعا نتنياهو بعد هذه الانتقادات والذي وجه فيها بايدن أو وضع يده كسياسي مخضرم على نقاط مهمة للغاية بشكل لا يبدو أن نتنياهو يدركها وفقا لوجهة نظر بايدن، ذلك السياسي المحنك. ما يفعله بايدن في أو ما يفعله عفوا نتنياهو في غزة سيؤدي إلى تغذية براميل وبراميل من الكراهية يمكن أن تنفجر في وجه الجميع. لذلك قال بايدن إن ما يفعله نتنياهو لن يكون في مصلحة إسرائيل بأي شكل من الأشكال، وبالتبعية أيضا لن يكون في مصلحة أمريكا الداعم الرئيسي له. لكن طبعا نتنياهو كان لابد أن يرد ويذكر بايدن أنه لا يغرد منفردا. بايدن مخطئ. أولاً، هذه ليست سياساتي الخاصة، والسياساتي تدعمها الغالبية العظمى من الإسرائيليين. يساندون سياسة تدمير ما تبقى من وحدات حماس الإرهابية، ويقولون أن آخر شيء نريده هو حكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة. نتنياهو هنا رد سياسي أيضا، هو يريد أن يقول أنا أتمتع بالشرعية، ما أقوم به من تحركات هي بإجماع الإسرائيليين وليست بسياسة منفردة مني. ولكن نريد أن نفهم أكثر الوضع ونلقي نظرة على وضع نتنياهو السياسي الداخلي. طبعا هناك خلافات داخلية تعصب بحكومته بشكل كبير، هو نفسه يواجه اتهامات بالفساد قد تؤدي إلى السجن في حالة خسارته لمنصب. أيضا تتجدد بشكل مباشر محاولات داخل الكنيسة لسحب الثقة من حكومته. ثم جاءت وظهرت في الأفق زيارة عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس قبل أسبوع إلى واشنطن، وهي أثارت غضب نتنياهو وبشدة، وليس فقط نتنياهو ولكن مجموعة من الوزراء الموالين له.
طبعا جانتس لم يستأذن في هذه الرحلة، قام بهذه الزيارة وكان التوبيخ من نتنياهو بشكل صارم أيضا. وقال نتنياهو وقتها بشكل واضح إسرائيل لها رئيس وزراء واحد فقط. هذه الرحلة التي قام بها جانتس بدأت تشير إلى أن الخلافات ما بين أمريكا وما بين إسرائيل تطرح فكرة اليوم التالي في إسرائيل، خاصة أن جانتس عاد وهو محمل برسائل سياسية واضحة تقول إن الغرب صبره نفذ للغاية، وأن إدارة بايدن لن تتحمل الطريقة التي يتعامل بها نتنياهو مع الوضع في غزة، وبالتالي أمريكا تحتاج إلى إجابة جديدة. بايدن طبعا يتعرض لضغط داخلي كبير للغاية بسبب دعمه لإسرائيل، هناك انتخابات قادمة، وهذا الأمر يجعل هناك محل للنقاش والجدل والاختلاف حول موقف. لكن في النهاية استطلاعات الرأي في أمريكا تؤكد بشكل كبير أن بايدن في موقف صعب فيما يتعلق بسياساته تجاه إسرائيل. 52% من الأمريكيين يؤيدون تعليق إمداد إسرائيل بالأسلحة حتى انتهاء حربها في قطاع غزة. الشباب في أمريكا غاضب من طريقة تعامل بايدن مع الوضع في غزة، حتى أن 52% من الشباب غاضب. هناك أيضاً نسبة كبيرة يمكن التوقف أمامها، 32% من الأعضاء في الحزب الديمقراطي من المشاركين في هذا الحزب يرون أن واشنطن يجب أن تتوقف فوراً عن إمداد إسرائيل بالأسلحة. هذا الحزب العريق الحزب الديمقراطي، طبعا نحن نختلف مع أمريكا ودائما لدينا تصورات أن أمريكا هي من تساند إسرائيل، أن أمريكا من تجعل إسرائيل تقوم بكل ذلك، لكن هناك اختلافات وانتقادات داخل الحزب الديمقراطي. هذا حزب اختلفنا أو اتفقنا يقوم على مجموعة من القيم. ما يحدث في غزة يسبب أزمة كبيرة للغاية للقيم والمنظومة القيمية لهذا الحزب، خاصة مع الفاتورة الكبيرة من المدنيين، وبالتالي نحن أمام أزمة أخلاقية كبيرة يواجهها هذا الحزب ويواجهها نتنياهو. حينما سئل بايدن هل ستقول خطاب في الكنيست قال لا، حينما سئل هل ستلتقي بنتنياهو أو تتصل به قال سوف نرى. هذه تطورات جديدة تعبر عن مدى الخلاف ما بين الرجلين. ينضم إلينا من واشنطن دكتور إيال حولاتة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، مرحبا بك معنا دكتور. سأحاول أن أسأل أسئلة قصيرة منتظرة إجابة قصيرة حتى نتفاعل معك بحكم الترجمة. طبيعة العلاقة ما بين نتنياهو وبايدن الآن بماذا تقيمها؟ أولا أود أن أتقدم لكم بالشكر على استضافتي على قناتي العربية وإعطائي هذه الفرصة لي، وكذلك لأتقدم بالتهنئة لكم بمناسبة شهر رمضان الكريم. يسعدني أن أكون معكم. أعتقد أن هناك جملة من الأشياء التي كنا نسمعها في الأيام القليلة الماضية حول طبيعة العلاقة بين بايدن ونتنياهو. من الضرورة أن نعود لنتذكر بأن الرئيس بايدن كان قد قدم دعما لا يهز إلى إسرائيل منذ بداية هذه الحرب، وهو الرئيس الأول الذي يقوم بزيارة إسرائيل في وقت الحرب ويقدم دعما لا يمكن أن يهز، سواء على الصعيد العسكري وعلى الصعيد الدبلوماسي. وكما هو متوقع ونظرا لطبيعة هذه العلاقة الفريدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل على مر السنوات، الاختلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة وإسرائيل موجودة بكل تأكيد. هل هناك خلافات بين الإدارة الحالية الأمريكية ونتنياهو؟ نعم،
بكل تأكيد، لكنها ليست بذلك الحجم الذي تصوره وسائل الإعلام وما يتم الترويج له. وهناك اهتمام كبير لدى المشاهدين في كافة أنحاء العالم حول هذا الملف. طيب دكتور إيال، هل جانتس هو بديل نتنياهو من وجهة نظر الإدارة الأمريكية؟ لأن لا أحد يقتنع بأن مسألة الزيارة هذه كانت زيارة عادية أو عابرة. إسرائيل هي بلد ديمقراطي والحكومة يتم اختيارها من قبل الشعب في الانتخابات، وكنت قد عملت مستشارا للأمن القومي لدى عدة حكومات سابقة، لكن نتنياهو قد تم اختياره ليكون رئيس وزراء. أن تحالفه هشا ويتعرض للمزيد من الثغرات بسبب سوء الحكم والإدارة. أعتقد بأن هناك عدم قدرة لاتخاذ قرارات حاسمة قد تكون مهمة بالطريقة التي تمت بها إدارة هذه الحرب وفي الفترة المقبلة، وكذلك أشاطركم الرأي في هذا الخصوص. من الواضح تماما أنه بمجرد سوف تتوجه هذه الحكومة إلى جولة جديدة من الانتخابات وفقا لإصلاحات الرأي، فسوف يتم تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، وسوف تكون هي النظيرة للولايات المتحدة. الرئيس بايدن يعلم بأنه لا يمكنه العمل مع جانتس، هناك فقط رئيس وزراء واحد وهو نتنياهو في الفترة الحالية، حتى لو أنه كان لا يتمتع بشعبية كبيرة ودعم كبير في إسرائيل، لكن هناك انتقادات لسياساته في الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى. طيب دكتور إيال، نحن في المنطقة هناك دائما إجماع أن كل الشخصيات الإسرائيلية لا تختلف كثيرا عن بعضها البعض، ولكن بخبرتك السياسية ولأنك عملت لسنوات طويلة مستشار للأمن القومي الإسرائيلي، ما هو الاختلاف ما بين جانتس ونتنياهو؟ أعتقد أن الناحية المهمة التي يجدر فهمها أن الحكومة الحالية الموجودة في إسرائيل هي الحكومة الأكثر تطرفا في الجناح الأيمن. لسوء الحظ هناك بعض المجموعات في الحكومة قد لا تشاطر نفس الآراء التي تتبنى هذه الحكومة فيما يتعلق بالاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط، وكذلك فيما يخص الإسرائيليين والفلسطينيين. من الصحيح أن نتنياهو كان هو من دفع للتوصل لاتفاق أبراهام الذي أبرم في أبوظبي، وبصفة مستشارا للأمن القومي كنت قد زرت المنطقة أكثر من مرة لتأسيس ذلك الاتفاق وإتمامه. أعتقد أن معظم هذه التوجهات وتلك الاحتمالات والروح المعنوية التي كنا قد تحلينا بها من أجل خلق شرق أوسط أفضل، من الصعب أن نراها بسبب الحرب في غزة ومواقف الحكومة. أعتقد بشدة بأنه إذا ما جاءت حكومة جديدة لإسرائيل فسوف نرى أن السياسات التي كنا قد رأيناها بالنسبة للتواصل بروح إيجابية ومع دول مختلفة في المنطقة، والمأمول أن تبدأ بالعمل من أجل ازدهار الشعوب والتي ما زلنا بحاجة إليها في هذه المرحلة. علينا أن نتذكر أن هذه الحرب كانت قد فرضت على إسرائيل. إسرائيل لم تقرع طبول الحرب، بل إنها حماس هي التي هاجمت إسرائيل من خلال عمل مفاجئ في 7 أكتوبر، وقتلت أعداد كبيرة من الإسرائيليين وارتكبت أعمالا وحشية بحق المدنيين. الحكومة هذه لم تبحث عن تلك الحرب لكنها فرضت عليها، ولكنك لا شك فيه بأن السياسات الإسرائيلية تفتقر لطريقة التعامل مع هذه مع إدارة هذه الحرب، لكنها سوف تنتهي وسوف تضع أوزارها قريبا. ولكنك تعلم أيضا أن ما قامت به حماس ليس وليد ظروف عادية، يعني التاريخ لم يبدأ في 7 أكتوبر. أنت كنت تتحدث الآن عن أن هناك ممارسات متطرفة لليمين الإسرائيلي هي ما أنتجت هذه الحالة، ولكن دعني أسألك، وأنت شخصيا قابلت جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي منذ فترة، هناك رفض من أمريكا لأي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، وبايدن يرى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ضغط هائل على الحدود المصرية الإسرائيلية. نستمع إلى مقاله ونعود إليك.
الرئيس كان واضحا بخصوص موقفنا من دخول رفح. الرئيس لن يؤيد أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح لا تضمن حماية المدنيين وتتسبب في إحداث ضغط هائل على الحدود الإسرائيلية المصرية. بايدن يرى أن الطريق إلى السلام الإقليمي لن يتحقق باقتحام رفح. دكتور إيال، بخبرتك كمستشار للأمن القومي الإسرائيلي سابقا، هل تعتقد أن نتنياهو سيقبل على هذه الخطوة مهما كانت المواقف الأمريكية؟ أعتقد أن هناك دعم كبير بين مختلف الأطياف السياسية في إسرائيل بأنه طالما حماس تتحكم بالسلطة في غزة فأمام المستقبل لهذا القطاع. أثبتت هذه الحكومة بأنها غير أي حركة حماس أنها غير قادرة على دعم الشعب في غزة، وكنت قد اطلعت على الصور التي جاءت من غزة وهي مؤرقة. وبالنسبة لي كشخص وكإنسان يهودي، إن الأوضاع الإنسانية في غزة تبعث على القلق الشديد، ولكنه لا يمكننا أن نقوم بتبني حماس. عندما تقوم حماس بالاختباء بين شبكات الأنفاق، هناك مدنيون على الأرض يواجهون القدرات العسكرية الإسرائيلية. في إسرائيل تبدو الأمور في العكس، القوات العسكرية تحارب بينما المدنيون في الملاجئ ويتحلون بكافة سبل الدفاع عن نفسهم. حماس لا تدافع عن شعبها، بل تقوم بتعريض سكانها المدنيين ليكونوا فوق الأرض بينما هم يختبئون في الأنفاق. أنا واثق تماما بأن هناك حاجة ملحة لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للغزين أثناء استمرار هذه العملية الحربية. وفي نفس الوقت أتمنى أن يتفهم المشاهدون بأنه إذا ما سمحنا للإسلام المتطرف ليحكم، وإذا ما سمحنا لمنظمة مثل الإرهاب لتقوم بإدارة غزة، فإن أوضاع الغزاويين لن تتحسن. ومن أجل حدوث هذا الأمر أننا بحاجة إلى حكم جديد في غزة. إجابة على سؤالك، نعم، الطرف الآخر يتمنى أيضا أن يكون هناك تفاهم أنه مع استمرار الاحتلال، مع غياب الدولة الفلسطينية، مع عدم الإقرار بحقوق الفلسطينيين، لن يكون هناك أمن أو سلام. دكتور إيال حولاتة، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق من واشنطن، شكرا لك. ونذهب إلى بوينغ، هذه المتاعب المتعلقة بهذه الشركة التي لا تتوقف. وفاة غامضة لمسؤول سابق كشفت مشاكل السلامة المزعومة في هذه الطائرات الخاصة بالشركة. هذه الوفاة التي جاءت مفاجئة للموظف جون بارنت جاءت في وقت تثار فيه تحقيقات خاصة بإدارة الطيران الفيدرالي للتعرف على اعتبارات السلامة الحقيقية التي تتوافر في هذه الطائرة، وهذا فتح الصندوق الأسود لشركة بوينغ. وفقا للتقارير الإعلامية، توفى هذا الموظف في ظروف غامضة للغاية، ظهر مصاب بإصابات ألحقها بنفسه وفقا لما هو منشور من أخبار أو معلومات، ووجدت جثته في موقف سيارات أحد الفنادق في ولاية ساوث كارولينا. كان طبعا من المقرر أن يكون له شهادة في دعوى قضائية ضد الشركة، وهذا ما أثار علامات استفهام كبيرة حول وفاته. هذه الوفاة جاءت بعد أن قام بالإدلاء بشهادته في الدعوى القضائية ضد الشركة، وهو ما سمي بالفعل فتح الصندوق الأسود للشركة. ماذا كشف هذا الموظف؟ كشف أن الموظفين قاموا عمدا بتركيب أجزاء دون المستوى المطلوب في الطائرات بسبب الضغط لسرعة الإنتاج لتوفير متطلبات السوق. طبعا شركة بوينغ نفت هذه الاتهامات، ولكنه قالها وهو عمل في هذه الشركة 30 عاما،
وبالتالي هو يعلم جيدا الكثير والكثير من التفاصيل والخبايا. طبعا الشركة تواجه تحقيقات مكثفة بشأن عملية التصنيع، وخاصة بعد الكوارث المتتالية لسقوط طائرات عديدة، منها تابعنا سقوط جزء من جسم طائرة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز في الرحلة في ولاية أوريغون في يناير الماضي. تابعنا أيضا المتاعب التي تواجهها الشركة نتيجة أيضا سقوط طائرة تابعة لها أثناء إقلاعها من مطار في سان فرانسيسكو الدولي، وبالتالي نحن أمام مشاكل عديدة تواجه هذه الشركة، وتحتاج بالفعل إلى البحث عن صندوقها الأسود. يقال دائما أنك في أي حادث لتتابع ما الذي حدث ابحث عن الصناديق السوداء، والآن بوينغ تواجه هذا الأمر، البحث عن صندوقها الأسود. بعد قليل سنتابع معكم في خارج الصندوق العلاقة الثائرة والجدلية ما بين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والشركات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، هل هي مصالح شخصية أم دوافع حقيقية؟ دعونا نبدأ هذه الفقرة باعتراف مني كصحفي. على مدى الشهور الخمسة الماضية كنا نهتم، وكل المحطات الإخبارية تهتم بشكل كبير في غزة نتيجة الأوضاع والحرب هناك، ولكن على الجانب الآخر كانت هناك مأساة حقيقية تتم في السودان ولا تأخذ نفس القدر من الأهمية. السودان تعود إلى الواجهة من جديد، ويعود أيضا حمدوك على الخط من جديد ليبدأ في طرح مبادرة جديدة تجمع ما بين البرهان وحمدتي، ولكن هذه المرة في القاهرة. لماذا القاهرة؟ القاهرة وسيط له علاقة جيدة بالجيش، وربما تكون هناك قدرة على فتح قناة مع الطرف الآخر وهو حمدتي. هذا التحرك قام به رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس تنسيقية التقدم عبد الله حمدوك قال أنه قام بزيارة إلى القاهرة وناقش خلالها مع المسؤولين والقيادة المصرية إمكانية حث البرهان وحمدتي على اللقاء بشكل مباشر من أجل إيقاف الحرب. حمدوك طبعا قال أن هذه الجهود يجب أن تستمر من أجل التوصل إلى اتفاق حقيقي ما بين الرجلين لإنهاء الحرب. الزيارة اللي قام بها حمدوك للقاهرة وصفها وفقا لتصريحاته بأنها مفتاحية، هو يريد أن تكون هذه بمثابة المفتاح الذي يتم فيه الدخول إلى الأزمة، ويدرك أن مصر لاعب رئيسي في هذه المسألة، لأن قضية السودان طبعا ترتبط بشكل مباشر وقوي بالأمن القومي المصري. طبعا هو قال أن الرؤى متطابقة وأن المصريين يرحبون بضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة، وأنه لا يمكن إنهاء هذه الأزمة بحل عسكري، وأنه لابد في النهاية من أن يكون هناك جيش واحد لهذا البلد يحفظ أمنه واستقراره في ظل الصراع على السلطة ما بين حمدتي والبرهان. طبعا هناك سؤال رئيسي مطروح في هذا الأمر، هل تنجح القاهرة فيما فشلت فيه إيجاد ودول أفريقية أخرى؟ تتذكرون حينما كانت هناك محاولات لجمع الرجلين في إثيوبيا مرة وفي جيبوتي مرة أخرى، ولكن فشلت هذه المحاولات للأسف الشديد على مدى الفترة الماضية. ولكن حمدوك كان نشطا، دعوني أقول لحضراتكم ما قام به من نشاط، وحاول أن يجمع الرجلين، وكانت هناك دعوة لحمدتي والبرهان، وبالفعل استطاع حمدتي أن يجتمع هو وحمدوك في أديس أبابا، وتم الحديث عن إطار سياسي يبدو أنه كان محض توافق ما بين حمدوك وما بين حمدتي. لكن
البرهان لم يحضر هذا اللقاء، لم يحضر أيضا لقاء مباشر مع حمدوك، كان يفضل أن يتم اللقاء في بورسودان، لكن حدثت أو خرجت بعض التصريحات من حمدوك بشكل واضح أنه وجه رسائل أو رسائل مباشرة للبرهان. هل تريد أن تكون آخر رئيس للسودان؟ السودان يضيع، لم يعد هناك سودان، نحن نتحدث عن أكثر من 5 مليون شخص يعانون من مجاعة شديدة، 18 مليون شخص يعيشون أوضاع إنسانية صعبة، ماذا تريد؟ وبالفعل كان هناك لقاء جمع البرهان وحمدوك، وتم التوافق على فكرة ضرورة إيجاد إطار للتفاوض. المشكلة الكبيرة التي تواجه الرجلين على مدى الشهور الماضية، كان هناك من الناحية العسكرية تقدم لقوات الدعم السريع، الساعات والأسابيع الماضية شهدت تقدم أكثر للجيش السوداني، والعنوان اللي حضراتكم تابعتوه في الأخبار النهاردة هو قدرة الجيش في على السيطرة على مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، وهذا تطور مهم وخطير. السودان كعاصمة الخرطوم لها كما يقال مثلث، يعني هناك أم درمان وهناك الخرطوم العاصمة وهناك بحري، كانت أم درمان والعاصمة الخرطوم تحت سيطرة الدعم السريع، وبالتالي الميزان العسكري كان لصالح حميدتي بشكل كبير. هذا الميزان الآن يختل بعد سيطرة الجيش على مناطق مهمة في أم درمان. صحيح أن حميدتي ما زال مسيطر على الخرطوم ومركز القيادة وما إلى ذلك، لكن إذا ما استطاع البرهان والجيش إحكام السيطرة بشكل مباشر وقوي على أم درمان، ستكون هناك معادلة عسكرية جديدة، وهنا يأتي التفاوض. كلا الرجلين لا يستطيع أن يحرز انتصارا عسكريا حاسما، وبالتالي هذا الصراع لابد أن يذهب بشكل أو بآخر إلى المفاوضات، ولكن كل منهم يريد أن يجلس على مقعد التفاوض وهو في وضع عسكري ومسيطر على الأرض بشكل أفضل. تبدو المعضلة هنا، إلى أي مدى يمكن أن تكون المتغيرات الجديدة بالنسبة للسيطرة على الأرض للجيش الآن يمكن أن تكون محركاً وحافزاً للبرهان، خاصة أن السيطرة على مقر الإذاعة مسألة مهمة للغاية، لم يحدث أي انقلاب في السودان دون السيطرة على مقر الإذاعة والتلفزيون. لكن ما الذي يحدث؟ سنفهم هذا الأمر مع ضيفنا من لندن عبر الهاتف عمران عبد الله حسن، عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دوكلو. مرحبا بك معنا سيد عمران، هل يمكن أن يقبل بالفعل حميدتي بالجلوس مع البرهان في القاهرة؟ طيب، في البدء التحية لك والتحية لضيوفك. الرحمة والمغفرة لكل الشهداء أبناء الوطن، وعودا حميدا لكل المفقودين. في البدء أريد أن أؤكد شيء مهم جدا، أن ما يحصل في السودان هو يعني انتكاسة لكل الشعب السوداني. الحرب ليست فيها خاسر ولا رابح، وهذا ما ظللنا نكرره منذ اليوم الأول، أننا منذ يوم 15 أبريل تم ضرب قواتنا وهي في مسكناتها، كان موقفنا موقف الدفاع، وما زلنا ونقدم الانتصار طول تلو الآخر. لم نفرح يوما بأننا قد انتصرنا على قوات الجيش، لأننا نفتكر أن الخاسر الأول والأخير هو الشعب السوداني. ما حصل الآن في الإذاعة، أنا في تقديري هو ليس شيئا يعني بذات القدر الذي يعني يبتهج له كل أبناء التنظيم الحركة الإسلامية والدعاية الكبيرة الذي يعني أطلقوها الآن. سيدتي الفاضلة، أن قوات الدعم السريع بكل بساطة استجابت للدعوة التي أطلقت من قبل الأمم المتحدة وكل الفاعلين في إيقاف هذه الحرب، لا سيما في شهر رمضان، ونحن أبدينا حسن النوايا ووافقنا بهذا الالتزام المبدئي بأن توقف الحرب في هذا الشهر. لكن للأسف الشديد يعني الجيش أو الإسلاميين بطبعهم لم يلتزموا بالعهود، فغدروا بقوات الدعم السريع، وكانت القوة هي قوتنا، نحن قوتنا البسيطة الموجودة هناك زيها وزي أي قوة مرتكزة. طيب أنا أسألك عن مبادرة رئيس الوزراء السابق حمدوك في مسألة الجمع ما بين حميدتي والبرهان في القاهرة، هل يمكن أن تقومون بهذا الأمر في هذا التوقيت؟
طبعا أول حاجة بالتأكيد هي مصر دولة مهمة جدا بالنسبة للسودان، وترتبط به ارتباطا وثيقا، وتتمثل يعني الوجهة الأولى للسودانيين. لكن أيضا الحرب قد ألقت بظلالها على مصر من الناحية الأمنية والناحية العسكرية والناحية الاقتصادية. ما أريد أن أؤكده أن قيادة الدعم السريع ومنذ اليوم الأول كانت حريصة جدا بأن تخلق علاقة حميدة مع دولة مصر الشقيق، وذلك ما أبداه السيد طيب قوات الدعم السريع من أول يوم في الحرب. عندما دخلت قواتنا منطقة مروي وجدت عدد كبير من العسكريين المصريين موجودين هنالك، وكان حريصا أن يتم تسليم هؤلاء المصريين بكل أمان وكل سلام لبلادهم، فهذا يدل على حسن النوايا. لكن ما حصل في الآونة الأخيرة هو يعني ظهور عناصر الجماعات الإسلامية السياسية على أرض المعركة والتقارب الإيراني مع البرهان، هذا قد يضر أيضا بمصر نفسها. إذن فبالضرورة من الضرورة بمكان أن مصر تقوم بدور إيجابي في إيقاف هذه الحرب لأنها هي المتضرر الأول والأخير. طيب أنا أسألك، هل تذهبوا للقاهرة أم لا؟ هل تجلسون مع البرهان في القاهرة أم لا؟ سيدتي الفاضلة، نحن يدنا ممدودة لأي مكان، نحن لا نمانع السلام أي مكان كان منذ اليوم الأول. نحن لبينا بمبادرة جدة، لبينا بالإيجاد، لبينا بالقاهرة، ما ليس لدينا مانع في أن نذهب في أي مكان، نحن يدنا ممدودة للسلام. لكن هل السؤال المهم، هل يستطيع السيسي إقناع البرهان لفك الارتباط مع الإسلاميين الذين يسيطرون على مقالب على مفاصل الدولة على اتخاذ القرار؟ الآن سيدتي الفاضلة، الجيش يمتلك قراره الإسلاميين الذين يقفون ضد إرادة الشعب المصري وإرادة الشعب السوداني. إذا استطاع السيسي أن يفك الارتباط ما بين الإسلاميين والجيش، فمن السهولة بمكان أن تسهم مصر لما لها من تأثير في السودان أن تعالج هذه الأزمة من جذورها. أستاذ عمران، أنا عادة دوري أن أسأل، ولكن أنك سألت اليوم أنت سؤال مهم، وأنا أتضامن مع هذا السؤال، وهذا سؤال يمكن طرحه أيضا للنقاش خارج الصندوق. سيد عمران عبد الله حسن، عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دجلو حميدتي، شكرا لك. أشكرك. ونذهب الآن إلى الرجل المثير للجدل دائما، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك. ماذا فعل هذه المرة؟ ماسك قرر أن يفتح أسرار الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة الناشئة الجديدة XAI، وأعلن أنه سيجعل هذا الأسبوع برنامج، سيجعل من الذكاء الاصطناعي من هذا البرنامج الخطير الذي يستند إلى روبوت الدردشة الذي يعرف بجورك مصدر مفتوح. لكن لماذا هذه الخطوة؟ المراقبون لطبيعة العلاقة ما بين ماسك وهذه الشركة الجديدة أوبن إي آي يعرفون جيدا أنه كانت ثمة شراكة تأسيسية ما بين ماسك وبين المؤسسين لهذه الشركة، وذلك قبل أن يغادرها ماسك عام 2018. وفجأة انقسم الموقف وانفصل ماسك عن هذه الشركة مطلع مارس الحالي، وأقام دعوى قضائية ضد هذه الشركة ومن يمتلكونها. إيلون ماسك يقول أن هذه الشركة حينما تم إنشائها كانت بتقدم نموذج لا يهدف إلى الربح، وفجأة تحولت إلى شركة تجارية راغبة في الربح. طبعا على الجانب الآخر الشركة بتقول أن ما يقوله ماسك جملة وتفصيلا هو غير صحيح، وأن هذه الدعاوى التي يرفعها هي محاولة منه للانتقام بعد مغادرته للشركة. المشكلة الكبيرة التي ترتبط بهذا الأمر هو أن هذا التقدم التكنولوجي المحيط بهذا البرنامج تحديداً أو برامج الذكاء الاصطناعي بشكل كبير بدأ جدل كبير حولها، حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تخشى مما يمكن أن ينتج عن برامج الذكاء الاصطناعي، باعتبار أنها يمكن أن تلعب دوراً خطيراً للغاية في الانتخابات القادمة. سنتابع هذا المسلسل، ولكن بالطبع صراعات ماسك لا تتوقف. بعد الفاصل نتابع معكم ميليشيا هيئة تحرير الشام والتي تتعرض لضغط كبير ومظاهرات حاشدة في إدلب، خاصة وأن قائدها الجولاني أصبح في خطر.
والآن نذهب في خارج الصندوق إلى نقطة ملتهبة وساخنة تستحق التوقف، إنها شوارع ريف إدلب شمال غرب سوريا، والتي تموج هذه الأيام بحراك شعبي مستمر، مطالبات للمحتجين، مفاوضات، حالة من التظاهر، حالة من السقف المرتفع، المطالب كلها تركز أو تطالب إسقاط أبو محمد الجولاني. أبو محمد الجولاني هو قائد هيئة تحرير الشام كما نعرف، طبعاً هذه الهيئة واشنطن صنفتها كجماعة إرهابية. الجولاني مسيطر بشكل كبير في هذه المنطقة، ولكنه متهم بتنفيذ حملات اعتقال واسعة لفرض سيطرته بشكل كامل على المناطق التي تخضع للميليشيا التابعة له. هذا الأمر دفع المتظاهرين للخروج إلى الشوارع والمطالبة بالإطاحة به للإفراج عن المعتقلين والكشف أيضاً عن المفقودين. من أين جاءت هذه التظاهرات وكيف ارتفعت رقعتها بذلك الشكل ولماذا توسعت أكثر فأكثر؟ هذه الإجابة تبدو حاضرة وبقوة في ممارسات الجولاني. الجولاني كان يقوم باعتقال عدد كبير من الأشخاص المعارضين، يقوم بتعذيبهم وخرج إلى العلن بشكل واضح صور للمعتقلين اللي بدت عليهم علامات التعذيب، اللي تعرضوا لسجن قاسي للغاية، ظهرت علامات التعذيب على أجسادهم بشكل كبير. هذا كله أثار الموقف العام بشكل كبير وأدى إلى خروج تظاهرات تقول أنه لابد من خروج هؤلاء، لابد من إسقاط الجولاني بشكل سريع، لأن ما يحدث حدث جلل بالفعل. الجولاني حاول احتواء هذا الموقف عبر وعود بأنه سيكون هناك إفراج عن المعتقلين أو المحبوسين، سيكون هناك تحقيق في طبيعة ما حدث، وعد بإصلاحات عن طريق إصدار عفو عام عن المسجونين، وضع بعض الشروط التي حاول بها أن يمتص هذا الغضب ويقلل من حدة هذه المظاهرة. لكن الثابت أن الجولاني في موقف صعب للغاية. هل سينجو من هذه المظاهرات وهذا السقط الشعبي؟ هل إجراءاته التي أعلن عنها يمكن أن تكون قابلة للتنفيذ؟ هناك تساؤلات كثيرة مطروحة. لكن دعونا نلاحظ أولاً ما هي المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام. منذ سنوات تسيطر هذه الميليشيا على مناطق واسعة للغاية في شمال غرب سوريا، وتتوزع بين محافظة إدلب ومناطق في ريف محافظتي اللاذقية وحلب. طبعا هيئة تحرير الشام فرضت سيطرتها بشكل كبير بعد تصفية الجولاني على كل المنافسين له في الساحة من ميليشيات عسكرية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، واستأثر لنفسه بالقيادة الإدارية والخدمية والعسكرية في إدلب. دعونا نتابع المشهد أقرب من لندن. ينضم إلينا الكاتب والسياسي السوري فايز سارة. مرحبا بك سيد فايز معنا. هل هذه التظاهرات يمكن أن تكون مقدمة بالفعل للقضاء على الجولاني؟ أنا بعتقد إنه هاي التظاهرات هي تظاهرات جديدة كتير، رغم أنه تظاهرات ضد الجولاني وهيئة تحرير الشام ليست جديدة، هي مرتبطة تماماً يعني باستيلاء الجولاني وهيئته على السلطة في إدلب منذ 6 سنوات وأكثر من ذلك بقليل. لكن هذه المرة كانت جديدة لأنها لأول مرة تدخل في مواجهات قاسية مع الجولاني، تطالب مباشرة بالاسم له ولهيئة تحرير الشام أن يذهبوا بعيدا عن أهل إدلب وعن سكان إدلب من السوريين مختلفين، لأنه إدلب اليوم مثل ما بنعرف كلياتنا أنه هي سورة صغيرة، سوريا المصغرة اللي فيها ناس من كل المحافظات، اللي فيها ناس من كل الاتجاهات. اليوم كلهم هن عم يعبروا فعلا عن موقف السوريين مش بس سكان إدلب. هي نقطة أنا بعتقد مهمة. أكثر من هيك فيني أقول، ولكن التاريخ القريب والبعيد يقول أنه في كل مرة يتم السيطرة على هذه التظاهرات ويتم قمعها، هل هذه المرة أيضا ستسير المعادلة بنفس الطريقة من وجهة نظرك؟ أنا بعتقد أن هذه المرة صعب كتير، لأنه الجولاني نفسه وهيئة تحرير الشام عم يواجهوا تحديات داخلية، مش فقط تحديات في علاقتهم مع السوريين اللي تحت سيطرتهم، لا،
تحديات داخلية، وكلاتنا بنعرف اليوم أنه هذا الانقسام العمودي اللي تم بهيئة تحرير الشام أكثر من مرة، وخاصة في القضية اللي سميت قضية العملاء اللي راح فيها حوالي 1200 واحد من بيناتهم قيادات من الصف الأول في هيئة تحرير الشام سجنوا ولوحقوا إلى آخره. فهذا بيعني أنه هيئة تحرير الشام الجولاني نفسه لم يكن في هذه الصفة في هذه الحالة منذ تأسيس هيئة تحرير الشام، بل حتى من أيام تأسيس جبهة النصرة. نعم. اللي هي أشكرك، انتهى الوقت سيد فيصل الكاتب السياسي السوري من لندن، تحياتي. وصلنا لختام خارج الصندوق لهذه الليلة، إلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.